خلينا بقى ننتقل انا وانت يا كريم ونروح شويه للرياضه، وتحديدا هنتكلم عن يعني محمد صلاح. كان في صوره جميله جدا انتشرت وهو يعني بيتمرن محمد صلاح في التدريبات الجماعيه ليه، وهو كان بيضحك، بس الضحكه بتاعته لفتت انتباه ناس كتيره جدا، ولدرجه ان هم يعني علقوا الصوره اللي حضراتكم شايفينها دي. البعض ممكن يشوفها عاديه، البعض ممكن تلفت نظره ويحس لا طالعه من القلب بقى، يعني عبر زي ما انت عايز. بس عايز اقول لحضراتكم ان كان في تعليقات كتيره جدا كانت منتشره بشكل كبير جدا على السوشيال ميديا، وكانت ناس كمان عامله تعليقات كتيره بالعربي، زي مثلا كان ناس كاتبه اضحك والضحكه هتبقى ضحكتين، يا رب تبقى ضحكتين ويوفق نجمنا معاهم، يعني كلام كتير جدا كان بيتقال امبارح. وخليني بقى هنا بما ان احنا اتكلمنا عن صلاح برده لازم اقول لحضراتكم ان هو وصل امبارح القاهره عشان ينضم لمعسكر منتخب مصر استعدادا لمواجهه بقى كينيا في التصفيات الافريقيه. طبعا موضوع المنتخب وغيره ده اعتقد في غايه الاهميه، ويمكن بكره احنا هنبدا الحديث عن المنتخب واخباره، هنتابع خطوه بخطوه، لان اكيد يعني كل الناس دلوقتي منتظره هذا الحدث الاهم اكيد على الساحه الرياضيه.